ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي عزى تراجع الخدمات والتخلف إلى غياب المبادئ والقيم الأساسية للنجاح الوظيفي في المجتمع العراقي. وقال الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة أن العمل والأداء الوظيفي يعتبر مقوما أساسيا من المقومات التي تجعل الإنسان ناجحا في حياته. الإنسان بصورة عامة ابتداء سواء كان سياسيا، وزيرا، نائبا، قاضيا، استاذا، معلما، مدرسا، موظفا، مهنيا، كل انسان مكلف بمهمه ووظيفه في الحياه. انا اقول واحد من الامور التي اوصلتنا الى هذا الحال الذي نحن فيه هو غياب مقومات الأداء الوظيفي الناجح في حياتنا. العمل والأداء الوظيفي يعتبر مقوماً أساسياً من المقومات التي تجعل الإنسان ينجح في تحقيق أهدافه في الحياة، سواء كان من جملة هذه الأهداف الأمر العبادي أو الأمور العامة المتعلقة بالخدمات والإعمار والتطوير والرقي. مقوم أساسي.